أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني في القناة باللايك والشير والسبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج القوس الاثنين 22 مارس 2021. يتمتع مواليد برج القوس بالعديد من الصفات الإيجابية، أهمها قدرتهم على اكتساب الكثير من الصداقات، وذلك بسبب حسهم الفكاهي مما يجعلهم محبوبين، وحبهم الكبير للسفر وتجربة المغامرات الجديدة قد يكسبهم صداقات من ثقافات متنوعة، كما أنهم أشخاص مخلصة للغاية لا يخذلون من حولهم. وتجدهم على استعداد دائم للتضحية من أجل من يحبون، كما أنهم أشخاص مرتبطة بعائلتهم بشكل كبير، وتجد دائما في التجمعات العائلية. عاطفيا، حالتك الجيدة اليوم ستجعلك ترغب في إسعاد شريك حياتك، ربما ترغب في ترتيب مفاجأة هائلة له. استفد من حالتك اليومية لقضاء وقت ممتع مع شريك حياتك، لكنك تتمسك بالعديد من الأمور التقليدية في حياتك. مهنيا، لديك قدرة هائلة على التفاهم مع زملائك ورؤسائك بالعمل، وهو ما يمكنك من إقناعهم بوجهات نظرك وخططك في العمل. أنت مصدر ثقة بالنسبة لزملائك، فقدم لهم خبرتك ومعلوماتك ولا تبخل عليهم، قد تستفيد منهم فيما بعد. صحيا، صحتك تأثرت بعض الشيء بسبب إدمانك للوجبات السريعة. عليك الالتفات لصحتك الجسدية، لأن الوزن الزائد قد يجلب معه المزيد من الأمراض، وربما تجد صديق لك يشجعك على اتباع نظام غذائي جيد في الفترة القادمة.